السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. إخوتي الأحبة، لدينا اليوم إشارة غاية في الجمال والندرة، هي إشارة جرن مصنوعة من الرصاص، يعني جرن محفور في الصخر ومركب فيه مادة الرصاص بشكل فني رائع كما تلاحظون أمامكم. هذه الإشارة إخوتي الأحبة من الإشارات التركية النادرة جدا، وهي إشارة جميلة للغاية وتدل قطعا على دفين من الدفائن الضخمة التي زرعت في هذا المكان حول هذه الإشارة. طبعا هذه الإشارة إخوتي الأحبة قطرها قد يكون 17 سنتيمتر، وقد ينزل إلى ما يعادل 7 أو 8 سنتيمتر أيضا. بمعنى آخر أن هذه الإشارة تأتي على مقاسات متعددة وليست بقياس ثابت. نلاحظ إخوتي الأحبة أن هذا الجرن الرصاصي له مميزان، أو يعني علامتان على الحواف، إحداهما واضحة جلية والثانية إشارة تشبه النقرة أو البصمة الصغيرة، وليس من السهل ملاحظتها إلا بدرجة من التدقيق قليلا، يعني ليست بوضوح الإشارة الأولى. وطبعا هذا من فنون التمويه عند العثمانيين. هذه الإشارة بشكل عام، يعني إشارة الجرن عادة يكون حولها علامات تثبيت مثل مسمار، مثل طلقات، مثل إجرون صغيرة. الآن هذه العلامة الكبيرة إخوتي الأحبة، نلاحظ كيف أنها تشبه الثلم، ويجب أن نميزها أنها صناعية أو يعني بسبب فني، يعني لسبب مع أيام صناعة الجرن نفسه، عند لحظة صناعة الجرن، أو أنها تخريب. وطبعا هنا واضح أن الرصاص ليس سهلا أن تأخذ منه شيئا من زاويته. الآن مميز الاتجاه الصحيح إخوتي الأحبة هو الإشارة الخفية أو الإشارة غير الظاهرة، وهي النقرة. الهدف قريب في مسافة قد لا تتجاوز 6 أمتار. هذا إذا كانت توجد علامة التثبيت حول هذا الجرن بمسافة لا تزيد عن 1 متر. أما إذا كانت أكثر من متر أو مسافات أو مسافة أبعد، فهناك قول آخر. هذه المعلومة أحببت أن أفيدكم بها على عجالة في نهاية هذا الموضوع البسيط والمتواضع. لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغيب. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.